في إطار محاربة الجريمة خاصة ما تعلق منها بالعابرة للحدود، وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالحنا بالأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، تم وضع خطة عمل مكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص، وبالتنسيق مع محكمة تبسة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث تم حجز مسدس أوتوماتيكي، مسدس تقليدي الصنع، بندقية مضخية، بندقية صيد، ذخيرة حية عيار 7.65 قدرت ب 128 خرطوشة، مبلغ مالي قدره 7150 أورو مزور، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر ب 356 مليون سنتيم، مبلغ مالي قدره 980 دينار تونسي، آلتان تستعملان في عد النقود، مركبة سياحية زائد هواتف نقالة. تم فتح تحقيق في القضية إلى غاية تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية.